جوا، انت مو جاي تشوف الاولاد؟ هن هلا مو بالبيت، يلا روح من هون. وانت بدهم يرجعوا؟ ليخلص الفيلم. شو راحوا على السينما مع بنات سيدوي؟ بدهم. وحاجه تجي لهون على طالعه والنازله بحجه انه بدك تشوف اولادك، اذا بدك زودتيها كثير عايده هون. لازم انه اولادي اهم شيء، ما فيني اعيش بعيده عنهم ولا لحظه، وهن عندي اهم منكم من يمن ومن باش تلقى مع الناس. بغيت نقول لك شي كلام ولكن ما دايرش ملي تخلص الصور بس عبد الغني. ياك لاباس. وين راك خاتينا؟ ما عندكش تخلع، ما تقولي انت على سبة دغيا كتخلع. لا انا تحمل الله ما بغيت نفهم بالله. الجاب هادي اليوم. مش انا يا اخي صالح قلت لك انا غرق في المشاكل تاع الدنيا كنت بغينا نتزوج. يعني يوم ما كايناش كنشريوها ماشي نور وعاد تزيدو عليها السلعه القديمه اللي كتشري وعاد تزيدي عليها الخدمه